لازم تفتحوا لعبة روبلوكس من جوجل كروم حتى تحصلوا على السكنات المجانية. قبل بداية الفيديو خلنا نكسر الصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا يا حلوين، شلونكم شخباركم؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. رجعنا إياكم بفيديو جديد من لعبة روبلوكس وسكنات مجانية كثير حلوة. قبل لا نبلش الفيديو حطوا لايك واشتركوا بالقناة، شكرا من القلب يا أصدقاء على 40,000 وردة، والله كفو يا أصدقائي ما قصرتوا معي. وصلنا ل 50,000 وردة حتى نعمل جوائز كثير حلوة ومسابقات كثير حلوة. هسه يا أصدقاء خليكم مع الفيديو. حبايبي أول شي لازم تفتحوا لعبة روبلوكس من داخل جوجل كروم، واللي ما يعرف كيف يفتحها من داخل جوجل كروم حترك لك أول تعليق مثبت رابط ينقلك إلى روبلوكس من داخل جوجل كروم، تعمل تسجيل الدخول وتفتح عندك اللعبة بحسابك مثل ما هي. بعدها يا أصدقاء بتروحوا على ذني الثلاث نقاط الموجودات على يسار الشاشة، حاعطيكم عليهم إشارة ذني الثلاث نقاط يا حبايب بتضغطوا عليهم. بعدها يا أصدقاء بتشوفوا هنا الأحداث، هذه الصورة الصفر المكتوبة الأحداث، بتضغطوا على الصورة تنقلكم مباشرة إلى هذه اللوحة. أوكي يا حبايب بتركوا هاي كلها يا أصدقاء، هذه اللوحة مثل ما تشوفوها بتركوا هذه كلها وبتختاروا هذا السهم اللي مأشرة عليه بتضغطوا عليه. بعدها يا أصدقاء هنا شوي عندي النت ضعيف أعتذر منكم، هنا ظهركم هذا الماب، طبعا خطوات الماب مكتوبة يا أصدقاء إذا فتحتوها من جوجل كروم حيظهركم بالعربي أو بالإنجليزي، مختارها بالعربي مثل ما تشوفون مشروح كل شي في الماب بهذا الوصف كاتبي. أوكي يا أصدقاء بضغط على دخول الماب نقلني مباشرة لعبة روبلوكس وفتح عند الماب. أنتم يا حبايبي إذا ما ينقلكم مباشرة لعبة روبلوكس أخذوا اسم الماب روح على لعبة روبلوكس وفتحوها من داخل لعبة روبلوكس. بنتظر الماب ليحمل عندي، وهسه يا حبايبي خليكم مع الإشارة اللي موجودة بالفيديو. أوكي يا حلوين تنتقلون لهذه، هذه الصورة اللي أمامكم هذا شكلها، انتبهوا للشكل يا حبايب. بعدها يا أصدقاء تدوسون عليها تضغطون على هذه العلامة اللي هو شبه الكف، بعدها يا أصدقاء يبدي يفتر عندكم هذا أو يدور مثل ما تشوفون تشيل آلة ما أعرف شو تشيلها، بتنتظرون أنتم حد ما يتغير شكلها مثل هذا الشكل الموجود بالفيديو. بعدها يا أصدقاء مثل ما تشوفون حصلنا على هذه القبعة مجانا، مجرد ما تشيل الآلة تحصل على هذه القبعة مجانا. أوكي يا حلوين بعدها انتقل للوحة الثانية أو الصورة الثانية، هذه يا أصدقاء واجهتها هي عدد من الأسلحة، بتضغطوا على الكف وتختارون أي سلاح يعجبكم. بعدها يا حبايبي يبدي يعد السلاح الوقت، وهنا يا حلوين تبدون تلقون النار على الصفحة اللي فيها ذني العلامات أو الكرات، فلازم انتم تحطون كرة تصف كرة مثل ما تشوفون الرقم يا حبايبي هون تزيد 641. هنا يا أصدقاء حد ما ينتهي الوقت مثل ما تشوفون الوقت فوق مكتوب 7 6 5 4 3 2 1 0، خلاص يا أصدقاء انتهى الوقت. بعدها يا حبايبي بتخرجوا من الماب كله. اوكي مثل ما تشوفون خرجت من الماب، وهنا يا اصدقاء بشوفكم السكنات اللي حصلنا عليها مجانا. عندنا هذه القبعة يا اصدقاء حصلنا عليها مجانا، قبعة كثير حلوة وخاصة للشباب اللي ما حصلوا على الشعر او ما يجيهم شعر مجانا للشباب يقدروا يحصلون على هالقبعة كثير حلوة. بعدها يا حبايبي حصلنا على هذه النظارة الكثير حلوة، هي نظارة هي هذه ما بعرف شو حطوها في الراس، هماتي هاي سكنات بعتقد انه تفيد الشباب اكثر من البنات مثل ما تشوفون يا اصدقاء كثير كيوت وكثير حلوات. لنا يا حبايبي وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى استفادتوا من المقطع، اي استفسار عندكم او اي شيء محتاجي كتبوا بالكومنتات وان شاء الله جوابكم. شاتي ياكم نوبة، دمتم في امان الله ومع السلامة.